أهلا بالجميع، اسمي خليل اليحيى، أستاذ في كلية الطب في جامعة الملك سعود ومدير برنامج استقطاب المتعهدين والمتميزين في الجامعة. أقدم هذه الدورة في منصة مهارة، وهي منصة عربية للدورات عن كيفية التقديم على الوظائف الأكاديمية وكيفية المنافسة على هذه الوظائف. وهذه الدورة تطرح معلومات عن متطلبات ومعايير الحصول على هذه الوظائف وطبيعة الوظائف الأكاديمية والجهات التي تقدم هذه الوظائف، بالإضافة إلى امتيازات الوظائف الأكاديمية. وأتمنى إن شاء الله أن تنال هذه الدورة على إعجابكم، وأن تجدوا المحتوى كافيا لفهم طبيعة الوظائف الأكاديمية ومعرفة كيفية المنافسة على هذه الوظائف. وفي حال وجود استفسار أو سؤال، أتمنى التواصل معي على حسابي في تويتر فيما يخص الوظائف الأكاديمية بشكل عام، أو برنامج استقطاب المتعهدين تحديدا في الجامعة. أتمنى إن شاء الله أن تنال هذه الدورة على إعجابكم، وأن تجدوا فيها ما يسركم. شكرا جزيلا.